أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها الشيخ عبد الله.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء
وابتلوا اليتامى حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم ذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع صدق الله العظيم صدق الله العظيم عشنا أيها الإخوة الأحباب في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك في مستهل هذه الأمسية الأولى بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة
رضي الله عنها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، حيث نحتفي ونحتفل بميلاد سيدتنا الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها.